مجموعة باناسونيك اليابانية للأجهزة الإلكترونية تدخل عالم السيارات من خلال اختبار سيارة ذاتية القيادة مزودة بكاميرات تسمح بتحديد الأشياء المحيطة بها، إضافة إلى أجهزة حسية أخرى. وتعتمد السيارة على الرقائق في كل شيء من حقن الوقود إلى اكتشاف المشاة على الطريق. مهندسو باناسونيك يختبرون قدرة الكاميرات على التعرف بدقة على ما يحيط بسيارة، وما إذا كانت وظيفة عجلة القيادة والفرامل تعتمد بشكل صحيح على المعلومات التي تقدمها الكاميرات. باناسونيك تعتبر أن دخول عالم السيارات يمثل فرصة عمل. صناعة السيارات أصبحت تعتمد على التكنولوجيا في قطاع الإلكترونيات. مجموعة باناسونيك تتوقع زيادة عائدات تكنولوجيا المحركات الذاتية بنسبة تزيد عن 150% إلى 600 مليار ين، أي ما يعادل 15.9 مليار دولار خلال العامين المقبلين. والآن لنذهب إلى هوليوود حيث نجد هذا المبنى المميز والجديد، والذي هو في الحقيقة مرآب للسيارات، مرآب أوتوماتيكي بالكامل. هذا المرآب أشرفت على بنائه المصالح البلدية التابعة للمدينة، وهو أكبر موقف للسيارات في هوليوود. حوالي 150 سيارة تركن يومياً من خلال الأجهزة الروبوتية. المرآب بني بشكل تصاعدي لإزالة مواقف السيارة التقليدية التي تأخذ الكثير من المساحة. عدد محدود من الموظفين يقومون بتوجيه الروبوتات التي تقوم بدورها بتنظيم السيارات. We'll be right back.